توين تيربو سعة 3.8 لتر بقوة 530 حصان مع نظام الدفع الرباعي للعجلات. وجاءت في المرتبة الثامنة BMW 760 Li طراز 2013 بثمن بلغ 766 ألف ريال سعودي، وزودت بمحرك V12 توين تيربو سعة 6 لترات يولد قوة 544 حصان، وتعمل بنظام الدفع الخلفي للعجلات. واحتلت أستون مارتن رابيد إس طراز 2014 المرتبة السابعة بثمن بلغ 837 ألف ريال سعودي، وزودت أستون مارتن بمحرك V12 سعة 6 لترات يولد قوة 550 حصان، بينما تعمل المركبة بنظام الدفع الخلفي للعجلات. وجاءت في المرتبة السادسة بورش باناميرا تيربو إس طراز 2013 بثمن بلغ 919 ألف ريال سعودي، وزودت بورش بمحرك V8 توين تيربو سعة 4.8 لتر يولد قوة 550 حصان، بينما تعمل المركبة بنظام الدفع الكلي للعجلات. واحتلت مرسيدس بنز S65 AMG طراز 2013 المرتبة الخامسة بثمن بلغ 960 ألف ريال سعودي، وزودت بمحرك V12 توين تيربو سعة 6 لترات بقوة 612 حصان وبنظام الدفع الخلفي للعجلات. وفي المرتبة الرابعة جاءت رولز رويس غوست إكستندد ويل بيس طراز 2013 وبلغ ثمنها 1,110,000 ريال سعودي، كما زودت المركبة بمحرك V12 توين تيربو سعة 6.6 لتر يولد قوة 563 حصان، وتعمل بنظام الدفع الخلفي للعجلات. وجاءت بنتلي كونتيننتال فلاينج سبير طراز 2013 في المرتبة الثالثة بثمن بلغ 1,123,000 ريال سعودي، وزودت بمحرك V12 سعة 6 لترات بقوة 552 حصان وبنظام الدفع الرباعي للعجلات. وجاءت في المرتبة الثانية بنتلي مولسان طراز 2013 بثمن بلغ 1,531,000 ريال سعودي، وزودت بمحرك V8 سعة 6.75 لتر بقوة 505 أحصنة.